وإن من واجبنا ومسؤولياتنا المشتركة كمجموعة عربية ومن واجب المجتمع الدولي توفير الرعاية اللازمة للاجئين الفلسطينيين والعمل على تمكين وكالة الأمم المتحدة للغوث من الاستمرار بتقديم خدماتها الإنسانية والاجتماعية لحين التوصل إلى حل عادل لقضيتهم. فإن أي إضرار بالخدمات الهامة التي تقدمها الوكالة سينعكس سلبياً على أكثر من 5 ملايين لاجئ فلسطيني في المنطقة. ثانياً، إن الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس واجب ومسؤولية تاريخية نعتز ونتشرف بحملها، وسنواصل بالتنسيق مع أشقانا في السلطة الوطنية الفلسطينية وبدعمكم ومساندتكم حمل هذه المسؤولية والعمل على تثبيت صمود المقدسيين والتصدي لأي محاولات تمس بهوية المدينة المقدسة أو تسعى لفرض واح جديد أو تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم.